مين احنا؟ شنو عقدتنا؟ نفوز 2-0 2-1 اليوم انفتحت العقدة 4 يعني راح نستمر على 4 خلي يسمح فينا 4-3-5 بقيت المباراة متأخر هالأيام وشتاء والجو بارد وامطار مو مثل الصيف وناس بعيدة مناطق كلها بعيدة. الشيء الثاني احنا عتبنا على الحكام من يرجع للفار يتأخر هسه كل الدوريات من يرجع يتخذ القرار بصورة صحيحة بصورة سريعة كلش ها بس يرجع للحكم اي حكم بالدوري العراقي من يرجع اكو حالات تتاخر بيها يعني هسه احنا من شفنا من ساعه انها مال كاس اسيا ما تاخر ثلاث جزاءات ما تاخر بسرعه اتخذ القرار واجا احنا هنا بالدوري العراقي لا يتاخر بالقرار نتمنى هاي يوصلونها لجنه الحكام وشكرا جزيلا. الف مبروك نفط البصره كادر اداره ولاعبين.